موقع المهرية نت، والذي نشر مقالا للكاتب والدبلوماسي اليمني علي العمراني، قال فيه إن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أفاد أنه يدعم بشكل مطلق إجراءات نقل المؤسسات إلى عدن ومن ذلك البنوك، موضحا أن الزبيدي لا يتحمس لشيء ويدعمه بشكل مطلق إلا عندما يقدر أنه لمصلحة مشروع الانفصال البائس. أضاف العمراني أن اليمنيين يقفون مع إجراءات نقل جميع المؤسسات إلى عدن بشرط أن يتم ذلك من أجل اليمن كلها الآن وفي المستقبل، مشيرا إلى أن الانفصاليين لا يزالون مسيطرين على عدن بدعم وترتيب من التحالف والرئاسة والحكومة تحت رحمة الانفصاليين، ولا يخرج عن إرادتهم أحد في عدن. ولفت العمراني أنه كان يفترض أن تكون عدن عاصمة ومنطلقا لتحرير صنعاء، لكنهم يتوقفون بعمليات التحرير دائما عند أطراف التشطير السابقة، موضحا أن مشروع التشطير معلن عند الانفصاليين وله أولوية على ما عداه عند من لا يروق له إلا أن يكون اليمن مقسما ومشطرا وضعيفا ومنتهكا. وهذه الحكاية لوحدها حكاية مؤسفة وموجعة وقديمة.